الإنسان يجتهد في الدنيا حتى يقطف الثمرة عند الموت، كما أخرج الإمام البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يا عائشة، يعني قالت عائشة: يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، يعني كلنا نكره الموت، يعني نخاف، ويعني هذه اللحظة نتمنى أن يذهب الإنسان إلى الجنة ولا يعني يدخل في هذه المآزق، يخاف من ذنوبه، يخاف من إلى ما يتبع ذلك. قال: ليس ذاك يا عائشة، يعني ليس هذا هو المعنى المقصود. المقصود أن المسلم إذا حضره ملك الموت أو حضره الموت، عندما يبشر بكرامة الله ورضوان الله سبحانه وتعالى، فلما يرى هذه البشائر ويرى هذا الاستقبال من الملائكة، ويرى يعني أن الآن ما يقبل عليه فيه السعادة والفرح وإلى ما يتبع ذلك، أحب لقاء الله لما يرى أمامه. هذا المؤمن عندما يرى البشائر وإلى ما يتبع ذلك فيحب لقاء الله، فيحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. وأما الكافر إذا حضره الموت ويرى يعني ما أعد الله له من عقوبة ومن غضب وسخط وإلى ما يتبع ذلك، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. فهذا هو المقصود. فالإنسان يجتهد حتى عند الموت، إذا جاءت الملائكة تأتيه بأحسن صورة، تأتيه بالبشائر، تأتيه كما جاء في الآية: إن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم. فلذلك يحب المؤمن لقاء الله ويحب الله لقاءه. أما الكافر يكره الله لقاءه، لأن هذا الكافر عند الموت يكره لقاء الله لما أعد له: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم.